بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اول مشروع من مشروعات الصف السادس الابتدائي. احنا عارفين ان مرحله ابتدائي ليها 4 ابحاث، ممكن تختار اللي انت حابه من الابحاث دي. اول بحث هو بحث السياحه، تاني بحث هو بحث الطاقه، البحث اللي بعد كده هو الصحه، البحث اللي بعد كده الماء، وهنعمل لكل واحد من دول فيديو منفصل. النهاردة ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض عن سيرش السياحة. اول سؤال في بحث السياحة هو مستر، ازاي هنخلي بحث السياحة ده مرتبط بالماس او بالساينس؟ لا بص، انا هفهمك حاجة، مش شرط ان البحث يكون مرتبط بالاساس بمادة معينة. البحث بيكون موضوع مطلق، موضوع مثلا زي السياحة انت بتتكلم عنه، بتختار موضوع معين في السياحة وبتتكلم عنه. وعلشان نساعدك اكتر احنا حاطين مجموعة من الرولز او مجموعة من العناصر اللي هتفيدك وانت بتعمل البحث ده. يعني مثلا بحث السياحة بالنسبة للصف الثالث الابتدائي، احنا عاوزين السياحة، بيقول لي هنا بقى تعالى نقرا مع بعض، بيقول لي تزخر البيئات المصرية مثل البيئات الصحراوية او البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية بالعديد من الاماكن السياحية. يعني تمتلك البيئة المصرية، مصر يعني، فيها العديد من البيئات زي البيئة الصحراوية والساحلية. طيب في دور دراستك قم باعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: اختيار احد الاماكن السياحية او الاثرية في احدى البيئات المصرية، ثم صنف اهم هذه الميزات. ده حاجة سهلة جدا، اختار مكان معين والمكان ده ابتدي روح اعمل ايه دراسة عليه. عرض مقترحاتك للحفاظ على هذا المكان. يعني انت واحد عارف المكان ده وحبيته، انت اقترح بقى حاجات عشان نحافظ عليه. اذا كان عدد السياح التي ترد لهذا المكان، ترد يعني تأتي يعني لهذا المكان، ثابت خلال 3 اسابيع متتالية. احسب عدد السياح، يعني احسب عدد السياح لو كان العدد ده ايه ثابت. ممكن ده نستعين بمستر الماس عشان يحله لنا. اكتب رسالة الى صديق لك في احدى الدول العربية تدعوه لزيارة هذا المكان. طيب احنا هنحل البحث ده ازاي؟ اولا البحث ده انا هحط لك في التعليقات تحت الفيديو الملف ده. الملف ده عبارة عن ايه؟ شايفين الملف ده اهو؟ الملف ده عبارة عن نسخة فاضية من البحث اللي احنا محتاجينه منك. يعني انت في البحث ده لو فتحته، او في الملف ده لو فتحته، هتلاقي بحث فاضي تقدر ان انت تكمل عليه وتعمل البحث بتاعه. هتلاقي في الاول عنوان الموضوع. عنوان الموضوع مقصود بيه التايتل اللي انت هتختاره للبحث بتاعك. يعني ايه يا مستر؟ مش انا البحث بتاعي عن السياحة؟ ايوه، خلينا بقى نشتغل بقى ايه الشغل الجد بتاعنا. الموضوع اللي انت هتتكلم عنه هو السياحة، انما عنوان الموضوع ده شيء تاني. يعني انا واحد مثلا قلت لك انا النهاردة هكلمك عن السياحة، هل ينفع اتكلم عن السياحة كده في المطلق؟ لا، لازم اكلمك عن حاجة معينة. ممكن اكلمك عن معبد مثلا كذا، او اكلمك مثلا عن متحف كذا، او اكلمك مثلا عن الشاطئ الفلاني، او اكلمك عن مدينة كذا. وبالتالي الموضوع لازم يكون له عنوان. انت ممكن تختار عنوان زي ما انت عاوز. يعني ممكن نعمل هنا فايل، انا ممكن اعمل فايل وورد تاني اسميه مسودة مثلا. الفايل المسودة ده ملوش اي لازمة، يعني ده فايل انا ليا انا، علشان انا لو حبيت اكتب حاجة او حبيت اشخبط او كلام من ده انا بكتبه في فايل المسودة ده براحتي. ماشي يا شباب؟ ثواني. اهو ده فايل هسميه مسودة. طب هسميه اي حاجة تانية، هسميه هامش مثلا. ماشي عادي، يعني انا ممكن اسميه اي حاجة، مفيش مشكلة. المهم يعني الفايل ده عبارة عن فايل، انا طول ما انا لسه ما سلمتش البحث بيفضل فايل المسودة او الهامش ده موجود وما بيسلمش. ده ليه انا؟ علشان انا لما بيجي لي فكرة بكتبه فيه. يعني مثلا انا طول ما انا، طبعا انت بتعملش البحث ده في دقيقة، انت بتقعد ايه على مدار ايام تقعد تفكر وتفكر وتفكر، كل يوم بيجي لك فكرة. مثلا النهاردة جات لك فكرة انك تسمي البحث بتاعك، اقترحوا معايا بقى، قولوا لي نسمي البحث ايه؟
اولا عشان نسمي البحث تسمية صحيحة لازم نروح ايه، لازم نروح نشوف ايه المطلوب اصلا في البحث. يعني احنا ممكن نروح هنا نفتكر تاني ايه المطلوب في البحث. احنا عندنا هنا السياحة بيكلمني ان انا اختيار الاماكن السياحية ماشي او الاثرية في احدى البيئات المصرية، ثم صف اهم ما يتميز به. يعني احنا ممكن مثلا نفكر ده احنا هنختار مكان من الاماكن السياحية ونقول ايه بيتميز بايه وعرض مقترحاتك. يعني ممكن نقول مثلا ايه مصر والسياحة مثلا، يعني ممكن نسمي البحث ده ايه، مصر والاماكن السياحية او مثلا والسياحة. ده انا بقترح، يعني انا بفكر معاك عنوان البحث بتاعك يكون ايه. انت تتكلم عن السياحة بس الفكرة نفسها ان عنوان البحث ايه، السياحة مثلا ومستقبل الوطن مثلا. ممكن مثلا سياحتنا الجميلة، او مثلا سياحتنا المتطورة، على اساس ان انت يعني حابب تقول له ان انا عندي افكار وكده في السياحة المتطورة مثلا. ايه ممكن اكتب مثلا السياحة وأهمي ومثلا السياحة و أسلوب تطويرها مثلا. في كذا فكرة، يعني ممكن نكتب السياحة والمستقبل، السياحة وغدا. يعني في أفكار كتير ممكن إن أنا أعملها في الإيه. ممكن ناخد مثلا إيه السياحة وأهمية الإيه، اخد مصر والسياحة. انا عن نفسي اخد العنوان ده ماشي، واروح هنا للفايل اللي انا كنت فاتحه علشان ابتدي ايه، ابتدي احط الايه الداتا بتاعتي. خلاص ده كده ايه مش عاوزينه دلوقتي. اروح هنا لعنوان الموضوع اشيل ده خالص واكتب بقى ايه مثلا مصر والسياحة، او مصر بلد السياحة. جميل اوي العنوان ده. طبعا انت شوف انا عمال اعمل ايه، انا عمال افكر، بعمل ستورمينج، بعمل تفكير في دماغي ان انا الاقي ايه بحث بشكل اس او بحث يكون اسمه كويس. طبعا مش كلكم هتعملوا ده. مصر مثلا ام السياحة مثلا، او مصر وطن السياحة مثلا، او مصر، فاهم الفكرة؟ طيب انا حبيت ان الاسم بتاع البحث بتاعي يكون كده، هبتدي ان انا اكتبه في المكان المخصص لعنوان البحث ماشي. زي ما قلت لكم الفايل ده انا هسيبه تحت في اول تعليق. طيب الرقم التعريفي ده هو رقم مفروض ان انت تجيبه من الموقع الخاص بالايه الاكواد. لو انت مش عارفه ممكن نكتب هنا ايه استعلام عن اكواد الطلاب للبحث ماشي. هتلاقي او مثلا ممكن كده نكتب معرفة كود الطالب. معرفة كود الطالب ده هيطلع لي اول نتيجة في البحث الموقع ده ماشي. اهو هبتدي اخش عليه هيطلع لي الموقع ده، واكيد انتوا شفتوه قبل كده. الموقع ده فيه ايه بقى؟ الموقع ده بتكتب فيه الرقم القومي، ده موجود في شهادة الميلاد. طبعا انا بكتب اي رقم دلوقتي، و بتكتب سنة الميلاد مثلا، وبتكتب الشهر، وبتكتب اليوم ماشي، وبتختار مدينة من المدن، وطبعا مش اي مدينة، ده انت بتختار مدينتك ماشي او محافظتك يعني. وبتدوس تسجيل الدخول. المفروض ان هو بعد ما بتدوس تسجيل الدخول بيجيب لك الايه، بيجيب لك ال الرقم بتاعك. طبعا هو هنا مش عاوز يدخل لان انا مدخل اي بيانات، يعني انا مدخل له هنا اي ارقام. هو المفروض ان انا ادخل له ارقام صحيحه، يعني ادخل له ارقام او بيانات مظبوطه. انا هنا بس بوريك ان انا ازاي بدور، يعني فاهم الفكره. هنا هو مش عاوز ايه يقبل التسجيل خالص لان انا بحط اي بيانات. هنا بيقول لي بص الرقم القومي غير صحيح، وبالتالي انا لما ادخل الرقم الصح بتاعي هيطلع لي الكود بتاعي. هاخد الكود ده اروح في المكان بتاع الرقم التعريفي ده واقول له انا الرقم التعريفي بتاعي مثلا الرقم ده. طبعا بيطلع لي على الموقع، مش بعمله بشكل عشوائي. لو هتكتب اي رقم طيب حلو قوي. ده في حالة ان انت هتعمل البحث لوحدك. انا لو هعمل البحث مع 2 من صحابي، وبالتالي هنا هيبقى في بقى 2 رقم تعريفي، بس هنسمي الاول مثلا واحد
والتاني اتنين مثلا. لو معانا واحد تالت ممكن نكتبه مثلا تاني اهو، ادي تلاتة الرقم التعريفي. طبعا ما ينفعش يكون اتنين ليهم نفس الرقم التعريفي، كل واحد فينا ليه رقم. انا بكتب الرقم بتاعي مثلا اهو، بتاع صاحبتي مثلا، وبتاع زميلتي، يعني نكتب الايه الاكواد بتاعتك، انت بتكتبي الكود مظبوط بتاعك ماشي. وبعدين نبتدي طبعا اقصى حاجة في الابحاث انك تكونوا انكم تكونوا خمسة مع بعض، انكم تكونوا خمس اصحاب مع بعض ماشي، ما ينفعش يكونوا اكتر من كده، ممكن تكونوا ثلاثة ده انسب عدد يعني. المقدمة، المقدمة بتكون عبارة عن سطرين او ثلاثة، بيكون هدف المقدمة ان هي تقدم فكرة عن البحث بتاعك بيتكلم عن ايه. نرجع تاني نفتكر البحث بتاعنا بيتكلم عن ايه. البحث بيتكلم عن الاماكن السياحية وازاي نطورها ونحافظ عليها. فانت ممكن تعمل مقدمة، المقدمة دي مثلا تقعد بقى تفكر فيها انت وماما وبابا مثلا، وتقعد تشوفوا ازاي نكتبها بشكل كويس، وفي نفس الوقت انت اللي تكون مؤلفها او انت اللي تكوني مؤلفاها، مش حد كاتبها لك. وبالتالي انا لو كتبت هنا مقدمة انت ما ينفعش تاخدها زي ما هي وتروح تقول لي ايه ده انا هكتبها. يعني مثلا انا هكتب لك مثلا هنا ايه، ان مثلا ايه، لمصر مثلا مكانة كبيرة بين البلاد صح. بكتب ملخص البحث بتاعي في سطور كده، لمصر مكانة كبيرة بين البلاد في مجال السياحة مثلا صح ولا لا، مجال السياحة، حيث ان مصر من افضل من اجمل بلاد العالم لانها مثلا تتميز بوجود. طبعا البحث لازم، انا قلت لكم هقول لكم حالا لحظه واحده هتكمل بقى، بوجود كذا كذا الشواطئ والاماكن السياحيه والاثار وكلام من ده. طيب انا عاوز اعرف المقدمه اكتب فيها لحد ايه. بيقول لك ان المقدمه دي بتكون من 40 ل 50 ايه كلمه، من 40 ل 50 كلمة. طب انا احسبها ازاي المقدمة دي؟ انت في الوورد لو علمت على ده كده، لو علمت على الجزء اللي انت حابب تعرف هم كام كلمة، يعني انا كتبت مثلا اهو عاوز اعرف دول كام كلمة، تحت هنا في الجزء اللي تحت ده هتلاقيه كتب لك ان اللي انت معلم عليه اللي هم المجموعة دي يعني كام كلمة، دول 17 اهم، 17 كلمة من 50، دول اهم 17 كلمة من ايه؟ من 50. لا انا عاوز اكتب اكتر من كده، هتروح تكمل لحد ما يبقى 40، من 40 ل 50 كلمة، من 40 ل 50 ايه، من 40 ل 50 كلمة خلاص. طيب دي المقدمة. طبعا انت بتألف المقدمة بتاعتك بايه، بشكل مميز وبشكل شيق جدا، وبيكون شكل حلو علشان ما حدش يرفض البحث بتاعك. البحث بتاعك ما ينفعش يكون منقول من حد. طيب نكمل، هنبتدي بقى ندخل على البحث بتاعنا نفسه. خلاص عملنا المقدمة، ال 40 كلمة دول حوالي أربع سطور مثلا بتعدهم يعني. بعد كده العناصر الموضوع بقى اللي هي الإيه، الأربع عناصر دول. إحنا عندنا أربع عناصر في البحث ده، عندنا اختيار الأماكن السياحية، عندنا عرض مقترحات للحفاظ على هذا المكان، وعندنا إذا كان عدد السياحة التي ترد لهذا المكان ثابت خلال 3 أسابيع متتالية احسب عدد السائحين ماشي، يعني تحسب عدد السياح دول هيكونوا كام. وممكن نفكر على فكرة فيها مع بعض يعني. اكتب رسالة إلى صديق لك في إحدى الدول الأجنبية، ممكن نكتب له رسالة دعوة أو invitation، يعني مثلا ايه، ادعوك لزياره مثلا مصر، وزياره مثلا لو انت من اسكندريه مثلا هتقول زياره مكتبه الاسكندريه، وزياره قلعه قايتباي مثلا، وزياره مثلا كذا كذا كذا، وتقول له ايه، مع تحياتي صديقك مثلا ايه عمر مثلا خلاص. وتكتب له برضو خلي بالك ان هي باحدى اللغات الاجنبيه دي، يعني تكتب له نفس الرساله بتاعتك بالانجلش ماشي، يعني تكتب له برضو الرساله بتاعتك دي بالايه، بالانجلش خلاص. طيب تعالوا بس نروح دلوقتي نشوف ازاي ان احنا هنمسك العنصر الاول. العنصر الاول بيقول لي اختيار احد الاماكن السياحيه او الاثريه في احدى البيئات المصريه، ثم صف اهم ما يتميز به. هنا المجال مفتوح جدا ان انا اروح لموقع المذاكره الرقميه ده واروح ادور على اول عنصر. الاول بكتب العنصر الاول اهو، انا بعمل البحث دلوقتي ماشي. طبعا
البحث بتاعك المفروض يبقى من 400 ل 500 كلمه. من 400 ل 500 كلمه دول يعني 4 صفحات مثلا، يعني لازم يبقى بحث محترم، بحث فيه كلام كتير. وانت بعد ما تخلصه بتعلم على الكلمات، بتعلم عليها كده اللي انت كتبتها كلها وتشوفهم هم كام كلمه. يعني انا مثلا انا بعد ما علمت اهو لقيتهم مثلا ايه، لقيتهم كلمتين، يعني شوف العناصر الموضوع دي كلمتين. طيب نكمل. نكمل العنصر الأول، نكتب هنا كده العنصر، ماشي، الأول العنصر الأول، قصدي النقطة الأولى في البحث يعني، ماشي، العنصر الأول. اهو بص، اختيار احد الاماكن، انا ممكن اكتبها بقى، يعني اختيار احد الاماكن. احمد، كتبت احمد احد الاماكن. التاريخية او السياحية او الاثرية، بكتب بقى ايه الكلام ده واكمله، ماشي خلاص، بقعد ايه، بقعد اكمل الكلام ده كله وابتدي ان انا بقى اقول له ايه، اختار بقى، انا اروح بقى هنا اكتب ايه، الاماكن الاثريه مثلا، وادور هل هلاقي حاجه ليها علاقه بالاماكن الاثريه، ماشي. و طبعا لو خدت بالك العنصر التاني، عرض مقترحاتك للحفاظ على هذا المكان، ممكن ده نستفيد بالحكايه دي. بص انا وانا بعمل بحث لقيت ايه، لقيت في موضوع اسمه السياحه، وجبنا نحو السياح والمناطق السياحيه، تعال نفتحه كده ونشوف فيه ايه. لما بدوس على الموضوع بيطلع لي هنا كلمه ابدا، ماشي، بدوس على ابدا دي، بخش عليها واتفرج على الحاجه دي، والله لقيت معلومه خلاص بكتبها، ممكن تكتبها في المسوده او تكتبها في ورقه بره، وتستنى لحد ما تحمل وتتعلم الحاجة دي أو تدرسها كويس، ولو لقيت فيها حاجة هتفيد البحث بتاعك تكتبها، ماشي. النظف، نتعرف معا واجب كل منا نحو السياح والسياحة. طب ده حلو، أجل تنمية السياحة في مصر. طب ده تبع الايه، ده تبع العنصر التاني، يعني انا ممكن اخد ده، طبعا لو في صور انا بحطها في البحث بتاعي. العنصر الثاني اهو، ماشي، العنصر الثاني ده اللي هو بتاع الايه، عرض مقترحاتك للحفاظ على هذا المكان، يعني مثلا اكتب له هنا مقترحات للحفاظ على هذا المكان، اللي انا المفروض اتكلمت عنه في العنصر الاول بقى، ماشي اهو. النظافه مثلا، اولا علينا المحافظه على نظافه الاماكن السياحيه في مصر حتى ياتي السياح اليها اكثر من مره، ماشي، يبقى النظافه، الا نشوه، عدم تشويه، وهكذا، تقعد بقى ايه، المعامله الحسنه وهكذا، خلاص. دي فكره من الافكار ممكن تعملها، لو انت شايف انك ما عرفتش تطلع من هنا مثلا المعلومات، ممكن تروح لجوجل عادي خالص وتدور. وبعدين هنا في بحث اهو اسمه الاثار القبطيه، انت ممكن تمسك الاثار القبطيه وتتكلم عنها، يعني في العنصر الاول هنا هنتكلم عن الاثار مثلا القبطيه. كانت الحقبة القبطية اهو، بمصر ماشي، مليئة اهو زاخرة ببناء الكنائس والأديرة اهو، نبتدي ايه، نكتب الكلام ده ونتعلمه، ماشي، بسحب اسم المكان على الصورة المناسبة له. هنبتدي نحل بقى الكلام ده، ماشي. دي أديرة وادي النطرون، إجابة صحيحة، شفت انا شاطر ازاي، وهكذا. ممكن بقى ناخد الصور دي، يعني ممكن ناخد الصورة دي ونحطها، يعني ممكن ناخدها نعمل لها سيف تحت، ماشي، ونحطها في الايه، في البحث بتاعنا، والكلام اللي كان بيتقال ده انا ممكن احطه في البحث بتاعي، ماشي، يعني ممكن اخد الصوره دي واحطها، اسيفها واحطها، وممكن ان انا كمان ايه، اخد الكلام اللي كان مكتوب واحطه. المهم عملت العنصر الاول وعملت العنصر الثاني وكتبت الكلام ده كله، ماشي، وبروح للعنصر الثالث وحسبت عدد السياح، ماشي، اللي موجودين في المكان ده، خلاص. و يعني بقول مثلا ان عدد السياح اللي بيجوا في الكنيسه القبطيه مثلا او الكنيسه كذا، دي بتكون مثلا عددهم 500 كل شهر مثلا، فمتوسطهم في السنه كذا وهكذا تحسب. ممكن مستر الماس، ممكن مستر الرياضيات يشرح لك الحته دي اكتر. طيب اكتب رساله الى صديق، هنيجي في العنصر الرابع.
ونكتب له رسالة بالعربي وبالإنجليش، وعاوز ألفت نظركم لحاجة مهمة جدا، إن عدد الكلمات في المقدمة لازم يكون من 40 ل 50 كلمة، الموضوع يكون من 400 ل 500 كلمة، والإنجليش يكون 15 كلمة لحد 20، وفي الأغلب ده هيكون في الإنجليش، يعني هيكون في الدعوة اللي هتكتبها لصديقك. وبعدها بتخلص البحث بتروح تحفظه ويعني تعمل له سيف. الأول بتكتب النتائج بتاعتك وبتكتب المصادر، المصادر دي المراجع اللي انت استخدمتها، يعني مثلا استخدمت موقع المذاكرة الرقمية، مثلا استخدمت مثلا موقع كذا، لو جبت حاجة من على جوجل بتكتب اللينك بتاعها، وبعدين بتروح هنا للفايل، وبعدين تعلم على سيف از ادوبي بي دي اف، وبتسيف الفايل بتاعك بي دي اف. ولو مش عارف تسيف ازاي بي دي اف، انا هعمل لكم فيديو تاني يشرح لك اكتر ازاي تسيف بي دي اف. خلاص انا سيفته بي دي اف، لقيت الفايل بتاعي طلع بالشكل ده اهو، ده كده الملف بتاعي بي دي اف، اقدر ان انا ارفعه على المنصة الخاصة بادمودو واخد الدرجة كاملة وانجح في الترم التاني. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا ايه المطلوب في البحث ده، ابتدوا اشتغلوا، واي حد عنده سؤال يقدر يبعت لي ويكلمني، وان شاء الله كلنا نجيب الفول مارك. بتمنى لكم كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.